عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني، وحلقتنا اليوم كلياتها لغات، من أولها لآخر اللغات، لغات عربية، لغات أجنبية، لغات من قارة أمريكا، لغات من قارة آسيا، لغات من قارة أفريقيا، من كل الأماكن. وضيفي مولع باللغات، ضيفي شخص بيحب يتعلم لغات، بيحب يدور كمان على العادات والتقاليد اللي وراء هاي اللغات، بيحب يعرف الأشخاص اللي بيتكلموا هدول اللغات، وبيقول إنه هاي هي هوايتي يلي من خلالها بقدر أعبر عن ذاتي. باتريك خوري، أهلا وسهلا فيك من لبنان. شكرا عامر، شكرا لاستضافتك لإلي على القناة وعلى البودكاست كمان. شكرا كثير لك وعلى رحابة صدرك يعني وعلى قبولك للمقابلة يعني، وهذا الشيء كثير بيسرنا باعتبار انه انت اول ضيف لي على البودكاست من لبنان، فهذا الشيء كثير بيسرني. اهلا وسهلا فيك. شكرا. باتريك، للناس اللي ما بتعرفك، تخيل معي انت موجود بحفل شواء وبيجي شخص بيشوفك هيك وبيقول لك مين انت، فكيف بتعرف عن حالك بوضعك الاجتماعي، بوضعك العملي بشكل عام، عمرك، شو بتعمل؟ تفضل. أنا باتريك لكينا، مثل ما سبق وقلت أنا من لبنان، خلقت وربيت بلبنان تقريبا كل حياتي، أكيد سافرت هون وهونيك على عدة بلدان حول العالم، ولكن ظليت مستقر نوعا ما بلبنان. هلا مهنيا انا دكتور بالعلاج الفيزيائي، حزت على شهادتي بالدكتوراه من سنتين تقريبا. الف مبروك. شكرا لك. وعمارس هلا المهنه كمان. وبالنسبه للغات، نوع من شغف لإلي، بلش تقريبا كان عمري 10 سنين 11 سنه. كنا نسافر كتير مع العائلة، وكل ما نسافر على بلدان معينة، يعني كنا نروح على تركيا، على بلغاريا، على كتير بلدان من يوروب، من أوروبا، بقى كنت أسمع كتير أصوات مختلفة ولهجات ولكنات مختلفة، وكانت كتير يعني هيك دايما أرمي هال دايما إذا بدك على المحادثات اللي كانت عم بتتم، وكنت كتير كنت حابب يعني بوقتها انه اعرف شو العالم، شو العالم حوالي عم بتقول. بقى هيدا كان نوعا ما حافز الاساس اللي خلاني فعلا ادخل بهالعالم اللي هو عالم اللغات. هي يمكن الحب للواحد يتعرف على حضارة جديدة، على ثقافات جديدة، هو نوع مثل صلة وصل بينك وبين الحضارات. هيدا الشيء كتير هيك، هيدا الحافز الأساسي الداخلي إذا بدك، اللي خلاني هيك ارمي حالي بهالمجال الكبير والحلو كتير. حلو كتير. يعني اللي بيشوف العمل اللي انت بتشتغل فيه والدراسة اللي انت درستها يلي هي ابدا ما لها ولا اي علاقة بموضوع اللغات، يعني المعالجة الفيزيائية ما لها اي علاقة باللغات يعني، وانت مع انك انت من صغرك موله بموضوع اللغات، وانما انت اخترت مجال تماما مختلف عن هذا الموضوع كرمال تعمل فيه. طيب، ما خطر ببالك باتريك باعتبار انك انت شخص يعني صار لك زمان تتعلم اللغات انه تدخل كمان بنفس المجال بدراستك؟ وليش وشو السبب يعني اللي خلاك تدخل بمجال المعالجة الفيزيائية؟ السبب هو انه بحب كتير كمان هيدا المجال، كل شيء مجال رياضة وعلاج فيزيائي، هيدا كمان شيء كتير بحبه. بالحقيقة بالنسبة للغات، يعني أنا بعلم كم لغة، وحتى أنا نوع من مدرب إذا بدك، مدرب للغة، بمعنى أنه بعلم الأشخاص كيف يتعلموا اللغة
عرفت كيف؟ نعم كنت أعلم كمان تلياني وإسباني قبل فترة، هلأ ما كتير عم أعلم، بس يعني كمان نوعا ما فتت بهالمجال التعليمي. بالنسبة لشهادات، ليكون عندي شهادة يعني كرمال أعمل فيها translation، يعني كترجمة أو معلم للغات. ترجمان ترجمان، ما كان كتير بيهمني هيدا الموضوع، يعني تمام اقعد وترجم يعني ما انه شيء انا بحبه. انا اللي بحب فوت فيه اكثر هو هو اذا بدك المحادثات البشريه اللي بتتم بين شخص وشخص. هيدا الشيء انا هيدا الشيء فعلا يعني بحبه اكثر ومنجذب اكثر له، اكثر من انه اقعد بمكتب مثلا ترجم اذا بدك ملفات وراء وهالخبريات. تمام انا اكثر شيء يعني اللي بحبه هو المحادثات وجها تمام لوجه. تمام نعم وكرمال هيك انت يعني ضليتك عم تمارس شغفك، عم تمارس هوايتك بتعلم اللغات، وبنفس الوقت فتت مجال تاني ما له علاقة بهذا الشيء، باعتبار انه انت من هواياتك كمان رياضة، ف يعني شيء بيكمل شيء بالنهاية. وانت والغريب انه انت يعني بعد ما فتت وتخصصت بمجال المعالجة الفيزيائية انك انت ما قصرت بمجال اللغات وانما ضليتك مكمل. وانت يعني نحن وقت عملنا المكالمه يعني خبرتني وقلت لي انه انا لساتني عم بتعلم، عم بتعلم هلا يعني لغات جديده. هلا نحن رح نجي بعد شوي لعدد اللغات اللي انت عم تتعلمهم ولكم مفهوم معين يعني حابب افهمه منك، يعني كيف نظرتك لهدول المفاهيم. ولكن بالنسبه ل يعني لباتريك وطريقة عيش باتريك، نحن بس لكل الناس تعرف يعني نحن بالمكالمة أنا اتفقت مع باتريك إنه يحاول جهده قدر الإمكان إنه يتكلم بس باللغة العربية يعني. فأنا هذا اللي عم بحاول أعمله. تماما وعم تعمله كتير منيح يعني ممتاز جدا، لأنه باتريك دائما بيحاول يعني بدون بلا شعور يعني بفوتوا كلمات تانية يعني بالكلمات مظبوط، أجنبية. هي عادة أكثر، لأنه نحن بالبيت عنا دائما بنخلي 3 لغات اللي هن العربي والفرنسي والإنجليزي، نعم فبتكون شغلة يعني صعبة نوعا ما لإلي، لأنه عم برجع عرفت كيف عم بقلب هيدا الشيء، يعني نعم من إنه نستعمل 3 لغات أحكي لوحدة، حتى أوقات تمام بنخلط بين 4 لغات بنزيد الإسباني. نعم فتخيل يعني شوي كيف بتكون. أنا مستوعب الفكرة وشكرا لك. يعني أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة نوعا ما، ولكن كرمال باعتبار إنه المحتوى بالعربي، فمشان لحتى يكون المستمع اللي عم يسمعنا يفهم كل شيء طبعا ويقدر يكون مرتاح. باتريك بالنسبة لك كشخص موله باللغات وشخص بيحب يتعلم لغات، ومثل ما انت قلت وتفضلت انه انا تعلمت اللغات لانه هذا الشيء بالنسبه لي بيخليني اعرف الناس اللي حوالي شو عم تحكي عني او شو عم تحكي بالمجمل العام يعني وكيف شعورها. مفهوم في كتير عنا مفاهيم باللغه العربيه، مثلا بتقول انه انا تعلمت اللغه الفلانيه بما معناه انا ختمت اللغه، يعني انا بحكي بشكل 100% مثل المتحدثين باللغة الأم. شو رأيك أنت بهذا الكلام؟ أنا برأيي إنه ما في شيء بتبلش فيه باللغة على القليلة وفيك تخلصه، ما في خلاص للغة، ما في خلاص، لأنه اليوم فيك تجي تقول إنه أنا بحكي بطلاقة لغة، وشو معناتها طلاقة كمان؟ في نوع من يعني الطلاقة فيها تكون إنك تحكي بكم موضوع بطلاقة، وفيها تكون إنك تقدر يكون عندك مفردات وتعابير اصطلاحية واللي بدك إياه بكذا موضوع. الطلاقة بتروح من هون لقد ما فيك، قد ما فيك توسع فيها تروح، بس هل نعم فيك تجي تقول إنه بتبلش من هون وبتخلص من هون؟ كثير صعبة. ليش صعبة؟ لأنه اليوم عندك أول شيء إذا بتطلع باللغة عندك كلمات وعندك مفردات وعندك تعابير لا متناهية. نعم كيف إذا بدك تجي وتركب كلمات ببعضها وتركب مفردات ببعضها وجمل ببعضها؟ يعني عندك كتير إذا بدك combinations يعني يعني باللغة. تماما تماما يعني يعني شغلات كتير متشابهة وشغلات كتير بتشبه بعضها.
مظبوط. بقى تقدر تيجي تقول اليوم انك انت اليوم فيك تبلش بلغه وتخلص بلغه وبعدين ما تقعد تعمل شيء، هيدي شغله يعني ما بتصير، هيدي شغله ما فيها تصير. ما فيك تخلص لغه، ما فيك تخلص، خاصه انه اللغه هو شيء حي، نعم، هو كلام شيء جميل، حي، كلام جميل. منه يعني منه اذا بدك شيء علمي انه فيك تبلش فيه وتوقف، توصل لمرحله تقول انه خلص فهمت انا كل شيء وما في. حتى العلم بحد ذاته بيتطور، نعم، بيتطور مع السنين، مثل العلم مثله مثل اللغات مثل اي شيء بالحياه، كل شيء بيتطور وكل شيء الافق تبعه بتتوسع اذا بدك. فما فيك توصل لهالنقطه تقول انك خلصت، انه ما في شيء بقى تعمله باللغات. هيدي شغله حتى بلغه الام الواحد قد ايه بيلاقي حاله. هلا نعم، مثلا قطع مية كلمتين بالمية. انا منهم على راس لساني كانوا بالعربي، يمكن نعم بعرفهم قاطعين معي، نعم بس ما فينا نيجي نقول انه خلص خلصنا بكل بساطه. نعم ما فيك نعم تخلص، لانه بلغتك الام بضل فيك تطوي حالك، وضل فيك توسع مفاداتك وكلماتك وتعابيرك الاصطلاحيه الى اخره. فما فيك توصل لهالمرحله، كثير صعبه، نعم مش كثير صعبه، مستحيله حتى. نعم 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 يعني بتخيل، انا بفهمك كثير منيح، وخاصه باعتبار انا ما عندي هالخبره الكبيره بموضوع اللغات وتعلمهم. يعني انا شخص، خليني اقول، متقن اللغه الالمانيه فقط مقابل اللغه العربيه، ولكن هذا المصطلح انا بيضايقني بصراحه وقت اسمع شخص عم يقول انا ختمت اللغه، لانه انا بحس هدول الاشخاص اللي بيقولوا انا ختمت اللغه، هدول الاشخاص يعني لسه يمكن عندهم هالقد من هالقد. مظبوط، فهي النقطة كتير يعني شائكة بصراحة بموضوع اللغات. طيب باتريك، شو شي بعد ما أنت، يعني خلينا نقول، أو خلينا أول شي نعرف من باتريك كم لغة تعلمت وكم لغة فيك تقول أنه أنا يعني بقدر أتكلم فيهم بطلاقة. تقريبا تعلمت بحياتي لهلا لحديت هالوقت تقريبا بين 15 لغة. عفوا، كم لغة مرة ثانية لو سمحت؟ 15 16 اوكي تمام. اكيد من بيناتهم مثلا اللاتينية اللي هي لغة ما بحكيها ولكن بقدر افهمها، واذا بقرا بفهم كثير اشياء فيها. يعني تقريبا 15 فينا نقول. بطلاقة فيه احكي تقريبا يعني بين السبعة والثمانية، شو فيه هن قول هدول ثمانية اللغات؟ حتى. شو هن هدول اللغات اللي فيك تحكيهم بطلاقة ما عدا العربية؟ العربية أكيد، الفرنسية بلبنان هي تقريبا اللغة الثانية، يعني لغة نعم أم كمان. نعم الإنجليزية، الإيطاليانية، الإسبانية. الإسبانية بما أنه ستة عاشت فترة طويلة كتير بكولومبيا، فدايما عندي الفرصة أحكي مع إسباني. شو بعد، كم وحدة صاروا، ما خمسة يمكن. خمسة. برتغالي نعم ويوناني، يوناني كمان. واو، وما فيني أقول بحكي ذلك ألماني. الياني. ألماني ألماني معلش. أكيد نسينا. تماما. كيف نسيت؟ ألماني، نسيت الألماني. فيعني أنا فيني أكد أنك أنت عن جد، يعني عن جد واو. أرشيت واحد من أصحابي يعني الفيديو وأنت عم تحكي بالألماني، وقلت له أنه أنت يعني زرت ألمانيا مرتين لمدة أسبوعين يعني بالمجمل العام، وقال لي يعني واو شو هاد، يعني هذا معجزة هذا الزلمة، أنه موجود، أنه ما له موجود حتى بألمانيا يعني، وهيك وعم يحكي بهالأكسنت هذا الممتاز جدا يعني. فعن جد يعني أرفع لك القبعة. هي اكثر. انا بحب كثير انه اقلد اللهجات واللكنات المختلفين. هيدا الشيء انا يعني كنت احب اعمله من زمان، كنت بالبيت اقلد يعني ان كان اصوات حيوانات او ان كان سياسيين بلبنان، او كنت احب اقلد الاصوات، اقلد الاشخاص. اوكي بقى كمان يعني هيدا كمان كان حافز نوعا ما، تمام. هيك يعني اتقن على القليله في يقول لهجه اللغه. هيدا الشيء انا كثير بحط عليه يعني كثير هيك شيء بستمتع اعمله، انه جرب جيب اللهجه المختلفه وهيك بطريقه
فينا نقول صحيحة نوعا ما، يعني الأقرب للأشخاص المتحدثين بهذه اللغة. المتحدثين بهذه اللغة. مظبوط. تمام. طيب باتريك، بعد ما عرفنا يعني انت تقريبا تعلم 15 16 لغة وممكن يزيدوا هدول مع الايام، يعني لساتك انت شاب يعني ما شاء الله عليك، وبتتكلم تقريبا 7 أو 8 لغات خلينا نقول بطلاقة. شو ضعف لباتريك الانسان هذا الشيء؟ شو بتضيف تعلم لغة جديدة او التكلم بلغة والتحدث فيها والتعبير عن الشعور النفسي نفسه بلغات متعددة لشخصية الإنسان؟ في شغلة أساسية كتير ولاحظتها في عبر السنين، هي التواضع. التواضع، لأنه بس تشوف بس تظهر من عالمك، تظهر من الفقاعة تبعك، تسافر تروح تجي تتعلم من هون تتعلم من هونيك، بتشوف إنه العالم لا متناهي، عندك عالم واسع شاسع جدا جدا جدا، إن كان بالأشخاص، إن كان باللغات، إن كان باللهجات، إن كان بالطرق التفكير، إن كان متنوع جدا جدا بشكل بخوف، خلينا نقول بشكل بخوف. وبس تطلع من هالفقاعة تبعك وتشوف كل شيء حواليك، بتشوف هالضخامة، هالشيء الشاسع اللي حواليك، ما فيك غير إنك تجي تقول إنه أنا ما بعرف شيء، انه انا مفكر حالي قاعد بهالفقاعه تبعي وبعرف كل شيء. تطلع لبرا بتشوف انه بالفعل انا شو بعرف، انا من كل هالعالم هالقد ما بتعرف شيء. بقى هيدا الشيء بيخليك بينك وبين حالك تتواضع مع نفسك. يعني هيدا الشيء اللي فيه يقول انه اكتسبته عبر السنين، وهيدا الشيء الاساسي فيه يقول. هلا في كمان اشياء تانية اكيد حلوه كتير، من بيناتها نوعا ما الانفتاح اللي صار، القبول، بتصير بتحس حالك انه تتقبل غيرك شو ما كان يكون، لانك انت عم تتعلم كل هالاشياء، بتصير في انفتاح كتير كبير، بيصير في قبول للآخر. هيدي شغلة كمان أساسية كتير. بس برجع على نقطة إنه التواضع كان أكتر شيء هيك أساسي، وأكتر شيء عمل علي انطباع إذا فينا نقول. تمام، حلو كتير. أنا هذا الشيء يعني هذا الشيء بصراحة أنا فيني أكده 100%، لأنه بتذكر وقت يعني دورت عليك على الإنترنت، خليني أقول دورت على شخص بالعربي بيحكي لغات متعددة، وبصراحة لقيت أكتر من شخص، ولكن ما أخذت رد من هون. ولكن انت وقت بعثت لك مباشرة بعثت لي رسالة، اهلين عامر. ايه انا ما عندي مشكلة وكتير بنبسط يعني اذا بعمل مقابلة معك، فحسيت بهذا الشيء يعني بصراحة، حسيت انك انت شخص منفتح ما عندك مشكلة تعمل هذا الشيء، وحسيت انك انت شخص كمان متواضع بدون ما تسأل مين انا بشكل مفصل وتعرف عني كتير. انت حبيت الفكرة وحبيت انك تعمل المقابلة، فهذا الشيء يعني انا بتخيل انا قدرت احسه من خلال تعاملي معك يعني، فكلام كتير حلو يعني، كلام عن جد رائع جدا يعني، وبتمنى الناس تقدر تستفيد منه كمان. طيب باتريك، هذا الشيء اللي عم تقوله كلياته يعني تعلم لغة هو مو فقط تعلم لغة، وإنما تعلم أسلوب حياة جديد. يعني هلأ إذا أنا بدي أقول لباتريك، شلون أنت هلأ بتحس تمام بالعربي، وتحكي لي يا هذا الشيء، هذا الشعور تبعك باللغات اللي انت بتعرفهم، ممكن يتغير هذا الكلمات ممكن تتغير من لغة للغة، ممكن شعورك او وصف الشعور يكون ادق بلغة اكثر من لغة تانية، بصير معك هذا الشيء؟ دائما بيصير، دائما. مثلا بس قلب، مثلا خلينا نقول هلا جينا بدنا نقلب على الاضمان انا وياك ونبلش نحكي،
كثير اشياء بتتغير، اكيد شخصيتك ما رح تتغير، يعني انت كشخص ما رح تفكيرك وكل هالاشياء ما رح يتغيروا، خلينا نقول جذريا يعني اكيد، نعم نعم بس في اشياء رح تتغير فيك. في الاحاسيس اول شيء، الاحاسيس بالالماني مثلا بتفرق عن الاحاسيس تبعي بالاسباني او بالتلياني. نعم مثلا بالتلياني والاسباني في عندي مثل في اذا بدك استعداد انه يكون نوعا ما هيك مرح اكثر، يمكن مش كثير سيريس، يمكن مش كثير يعني يكون مرتاح مع حالي اكثر، نعم عرفت كيف؟ في دائما هال 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 هالشيء اللي بيفرق. بتحب نعمل تجربة؟ أنا حأسألك يلا سؤال، أنا رح أسألك سؤال محدد وأنت بتعطيني جوابه باللغات اللي أنت بتعرفها، يعني واللي بتقدر تعطيني الجواب عليه فيها. واللي بدي أقوله أنا هلأ يعني بالمقابلة، إنه هذا الشيء نحن ما أبدا يعني ما حكينا فيه من قبل، يعني هذا الشيء أنا هلأ عم فاجئه فيه لباتريك، يعني باتريك ما بيعرف هذا الشيء أبدا. فباتريك اللي أنا حابب أعرفه منك، أو يعني حابب أسألك يا خبرني بجملة واحدة، شو بتحب تقول لباتريك يلي عمره 10 سنين إذا بترجع بالزمن لورا؟ اوف واو، خلينا نحاول بجملة واحدة نقول هذا الكلام. هيدا السؤال بالعربي صعب جاوب عليه. اذا كان عمري 10 سنين، يعني اذا عم بحكي مع حالي، اوكي pues vale le quisiera decirlo que vaya no te preocupes la vida es muy corta no te preocupes para nada haz lo que quieres hacer haz siempre las cosas con amor con pasión y todo no te preocupes para nada la vida no hay nada de muy serio de muy importante en esta vida هذا كان اسباني. Non avere paura dagli errori si impara, quindi la vita è troppo bella, devi viverla al fondo, fino in fondo. Non avere paura di niente, semplicemente così. Tamam, Itali. Fai te na su poti isoi, in poli fantastici, e che... Δεν ξέρω, απλά είναι πολύ φανταστική και δεν θα έπρεπε να εξακολουθείς να κάνεις λάθη, γιατί από τα λάθη θα μάθεις απλά. هذا كان باليوناني على ما أظن. Λόγω de mon stéroxo intérieur, mon misstagen, från misstagen kan man lära sig många ting, många saker. Och ja, det är det egentligen. Så är det, okej. Então, por um rapaz de 10 anos, eu queria dizer que é muito importante que você se sente muito cômodo nessa vida. Que você não tenha muita paura de fazer erros, de não sei, de simplesmente de continuar assim, fazendo as coisas que você ama fazer, fazendo todas as coisas que você quiser fazer no futuro. هذا كان بالبرتغالي بتخيل؟ Ja, also, was könnte ich jetzt sagen? Ach, weißt du, wenn ich viele Sprachen wechsle... Ich glaube dir. Es ist wirklich schwierig. Es ist gar nicht einfach, das zu machen. Also, du musst die ganze Zeit hier im Kopf umschalten. Ja, glaube ich dir. Ja, stimmt. Du musst gar keine Angst haben. Das Leben ist schön. Und ja, lerne, was du lernen willst. Mach das, was du machen willst. Ben voilà, donc je vais répéter le message que je viens de répéter dans presque 5 ou 6 langues. N'aie pas peur, la vie est trop courte. La vie est très belle. Le plus important, c'est de faire les choses que tu aimes faire. Et fais beaucoup d'erreurs. La vie,
des erreurs on apprend. N'aie pas peur de faire, de commettre des erreurs. Va découvrir ce monde. Ce monde est très grand, très vaste. Donc, ça vaut la peine de le découvrir. Et voilà, tout simplement, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu peux le faire. Allez, continue. باتريك انا حابب نجي للاسئله اللي طرحوها عليك الكوميونتي تبعي من الانستغرام. والسؤال الاول بيقول كيف اتقنت اللغه الالمانيه مع انك انت مالك بالمانيا، باعتبار انه في عندي كتير انا عالم حابب تتعلم اللغه الالمانيه على الانستغرام عندي. سؤال حلو كتير. هو الشيء الاساسي اللي الواحد لازم يعرفه انه الواحد اليوم بهالايام منه بحاجه إنه يروح على البلد ويقعد بالبلد تيتعلم اللغة. هذا شيء أساسي الواحد لازم يعرفه. اليوم يعني حالياً بهالأيام اللي وصلنا له عنا كل شيء، عنا الإنترنت، عنا الإنترنت يعني عنا كل شيء، عنا كل المعلومات حوالينا. بس وين الفكرة؟ إنه نعرف هالمعلومات كيف نستخدمها. يعني اليوم عندك مليار كم من المعلومات، مش المهم هون، المهم انت كيف تنقي المعلومات، كيف تعمل الخلطه تبعك لتعرف انت شو الانسب لك، شو الطريقه، شو المنهج بدك تتبعه اللي هو الانسب لك. هلا ترجع على النقطه الاساسيه اللي كنا عم نحكي فيها، وهي انه اذا انت بحاجه تروح على بلد تعيش. انا بعرف في كثير اشخاص راحوا على بلدان، ان كان المانيا ان كان فرنسا ايطاليا غير بلدان، راحوا على هول البلدان من خلينا نقول 10 20 30 سنة حتى، وبعدهم لهلا بيلاقوا كتير صعوبات، وبعدهم لهلا اللهجة تبعهم بتحسها انه كتير منا ظابطة او كتير بعيدة بعد عن اللهجة تبع الاشخاص اللي بيتحدثوا هاللغات. نعم. اشخاص خلقانين هونيك. نعم. بقى وين المشكلة الاساسية؟ رجعنا رحنا عن هول العالم سألتهم إنه ليش طيب أنتوا لكم 10 و 20 و 30 سنة قاعدين بهول البلدان، ليش أستاذكم ليش بعد ما عم تحكوا، يعني هيك بحسكم إنه ما في بعد طلاقة بالحكي، أو يعني بيحكوا إشياء إذا بدك ليخلصوا حالهم بالحياة اليومية، يعني الإشياء الأساسية جدا. خلينا نقول طلع الفكرة إنه هول الأشخاص أوكي كل نهار بيقعدوا مع أشخاص بيشبهون، بيحكوا نفس اللغة تبعهم، يعني عاملين نوعاً ما مثل كوميونيتي إذا بدك، مثل عاملين هالبيئة تبعهم، قاعدين بهالبيئة مطرح ما بيحكوا نفس اللغة مع نفس الأشخاص بيطلعوا معهم، بيعملوا نفس الأشياء بلغتهم الأم، عرفت كيف؟ مع أنه هن بيكونوا ببلد تاني، بس عم بيستعملوا لغتهم الأم، وعاملين نوع من جدار، في عوائق، في جدار، ما بدهم إذا بدك نوع من إنه يكون في نوع من شو بيقولوا انخلاط، يعني تماما. إذا بدك عارف كيف مع الحضارة اللي بيكونوا هن الموجودين فيها أو مع العالم اللي بيكونوا هن الموجودين فيها. فهيدا الشيء إذا بدك هيدا كان العائق الأساسي، هو إنه الواحد ما يكون عنده إذا بدك استعداد أو انفتاح كرمال يتقبل هيدا اللغة. أنا دائما بقول الانفتاح إذا بدك فينا نشبهه للأرض الخصبة بالدماغ، بس اليوم استعداد وانفتاح بيكون عندك أرض خصبة، ومجرد ما عندك أرض خصبة ساعتها فيك تزرع لغة وتحصد لغة. فاليوم إذا ما في هالأرض الخصبة، ما في هالاستعداد، ما في الانفتاح، ما في هالقبول والتقبل للغير وللثقافات الغير والحضارة إلى آخره، هيدا الأرض رح تنشف، رح تبطل خصبة، ورح تبطل تقدر تزرع وتحصد، رح تقدر تمشي أمورك بطريقة معينة. بس هل عندك هالحوافز الداخلية تقدر تستمر؟ هو بالنهاية إذا ما في حوافز داخلية، دوافع كتير كبيرة وكتير قوية وكتير إذا بدك عميقة وغميقة، بتوصل لمرحلة، مش بتوصل لمرحلة، بتكون من الأول منك إذا بدك عم بتزبط هالأرض لتكون خصبة لتقدر تستقبل هاللغة وتخليها وتخلي انك تزرعها وتحصدها لبعدين. فهيدا الشيء كتير مهم انه اليوم يكون في تقبل ويكون في انفتاح. طبعا. يعني اليوم اذا بتروح انت على بلد وبتعمل نفس الاشياء وبدلك عم تحكي لغتك وما عم تتعرف على اشخاص تانين من هيدا الثقافة او الحضارة،
ما رح تتعلم اللغة. تمام عرفت كيف؟ تمام بس إذا بتاخذها متوازيا يعني ان باراليل مع هذا الشيء، إذا أنت قاعد بالبيت خلينا نقول وجبت هاللغة لعندك، كيف بتجيب اللغة؟ بتجيب البلد لعندك عبر الإنترنت. اليوم عندك كل المعلومات اللي بتخليك أنت تجيب البلد لعندك لتتعلم أي شيء بدك تتعلمه، إن كان باللغات أو سواء اللغات. اليوم عندنا شيء نحن كتير قوي، كتير كتير قوي، بس ما بعرف لأي درجة نحن واعيين عليه هيدا الشيء. قديش نحن عن جد فهمانين شو عندنا؟ عندنا شيء كتير قوي بس بدنا نعرف نستعمله. إذا بنستعمله مظبوط بيودي للدستركشن تبعنا، للهلاك خلينا نقول، للهلاك خلينا نقول 100% نوعا ما يعني أكيد. نعم نعم نعم. فشيء أساسي هو إنه الواحد يكون عنده انفتاح وقبول. نعم. ومن هون في بلش يتعلم اللي نعم. بده. يعني هذا كان سرك خلينا نقول تقريبا بتعلم اللغة الألمانية، وبتخيل أنا بتعلم اللغات. يعني بصراحة هذا السؤال إجا أكثر من مرة، يعني إنه شو كان سرك، فأنت هلأ حكيت لنا يعني شو كان السر تبعك. وأكيد بدي أضيف شغلة إنه ما في أسرار فعلا، يعني ما في خلطة سحرية الواحد بياخدها وعرفت كيف. هولي منهم موجودين، لأنه أنا إذا برجع بيني وبين حالي بالحقيقة، إذا بشوف يعني أنا كيف تعلمت الألماني، أنا مش إنه فتحت كتاب وكنت عم بعرف شو عم بعمل. أنا ما كنت عارف، أنا كنت ضايع، ما كنت عارف حالي شو عم بعمل. كنت مفكر حالي عم بعمل الشيء المزبوط. أنا بقيت 3 إلى 4 أشهر بكتاب مفكر حالي إنه عم بعمل الشيء المزبوط. كنت عم بقرأ شو الكتاب، اسمع وسكر ومعود أعمل شيء بعدين، وأترك الكتاب وما أعمل شيء، ما أرجع للغة غير لبعد يومين 3 أرجع أفتح وأقرأ كذا. بس شفت خلال 3 4 أشهر إنه ما عم بتقدم، ما عم بتحسن. كيف تتمرن على اللغات؟ لأنه بدون تمرن على اللغات بتروح هاي اللغة، يعني إذا أنت ما عم تمارسها لهي اللغة، اللغة بتصير بتقل عندك، ما عاد بتضلها مثل ما هي. فكيف بتحاول أنت أنك تمارس اللغات مع أنك أنت موجود باللبنان؟ مزبوط. في كذا طريقة أكيد. هلأ هو أكيد مش كل اللغات اللي بحكيهم عندي فرصة كل يوم أحكيهم أو كل يوم أعمل شيء فيهم، هيدا بالطبع لا. بس مثلا أكتر شيء بستعملها هن 5 إلى 6 تقريبا كل يوم بستعملها. هلأ كيف تخلي هول اللغات نوعا ما بحياتي اليومية؟ هي أكتر شغلة بعملها صراحة، وهي بحكي مع حالي بكل بساطة، بحكي مع حالي، بتخيل سيناريو، بتخيل شخص وعم بعمل أنا في أسئلة وأجوبة بيني وبين هالشخص. انترفيو مقابلة بتعمل مثلا مثل هلأ مثلا نعمل مقابلة نوعا ما، مش مقابلة 100% بس نوعا ما. بقى بتخيل حالي بهال سيناريو ومش بحكي براسي، بحكي لأنه بدي شغل تمي، بدي شغل عضلات الرقبة، بدي شغل كل القامة تبعي. نعم. وكل هال body language، لغة الجسد. شكرا. عفوا بقى بدي شغل كل هول الخبريات. نعم. بقى شغل كتير بستعملها هي إنه بحكي مع حالي، إن كان بالحمام، إن كان أنا وعم سوق، وين ما كان. ما في أبداً limits لهيدي الشغلة. تماماً، حدود. ما في حدود أبداً نهائياً. حلو كتير. وغير إشياء بعملها، اليوم عنا نتفليكس، عنا شيء كمان عظيم جداً. نعم. نتفليكس 100%. عم جارب هلأ مثلاً آخر فترة كل يوم بحضر ساعة نتفليكس. هلأ عم بحضر مثلاً بالإسباني، سيريز بالإسباني، بجرب كل يوم ساعة، هيدا كرمال السمع. نعم. كمان لكن بدك تحسن السمع، وبدك تقرأ، وبدك تكتب، وبدك تحكي، وبدك تنمي كل هولي الأشياء يعني باللغة، كل هولي يعني إن كان السمع وإن كان الكتابة وإن كان كل هولي مع بعض، وبدك تنوع النشاطات تبعك. هيدا أهم شغلة. السؤال هو هذا اللي حيكون التالي، كان بالنسبة للغات. يعني السؤال اللي إجا أنه أنت بتركز على اللغات بطريقة أنك تتعلم فقط السماعي وأنك تحكي، ولا بتركز كمان على الكتابة؟ الكتابة شيء أساسي، بس منه أساسي تتحكي. تمام. شيء كتير مهم،
باللغة، بس منه شيء أساسي. هلأ أنا مثلا شخصيا أنا بحب أكتب، تمام. يعني أنا بحب أقرأ وأكتب، إن كان يوناني أو روسي أو أي لغة هيك عندها سكريبت مختلف، عندها طريقة كتابة مختلفة، كتير بحب أتعلمها، بحب هيك أغوص فيها. كمان بتساعد لا إذا بدك ترسيخ المعلومات أكثر، بس تقرأ وتكتب بتكون عم تعمل كل هال يعني، بس تنوع كل نشاطاتك، كل ما عم تسمح فرصة إذا بدك إنك ترسخ المعلومات بطريقة أفضل براسك. فهيدا الشيء، هيدي نقطة كتير أساسية. هلا النشاطات ما حكينا عنه هوليك، عندك موسيقى، أفضل اثنين لغات بسمع فيها الموسيقى هي الألماني، ثلاثة، ألماني يوناني وتلياني. أها. بقى بس كون بالسيارة، بس كون عم بعمل سبور أو أي شيء رياضة أو أي شيء ثاني، بجرب سمعيا بطريقة منا أكتف، نعم. بجرب أسمع. كمان هيدا الشيء بينمي أكيد كل شيء له علاقة بالسمع، تمام وشو كمان، أو قراءة، تمام يعني هلا القراءة. يعني بالنسبة لباتريك، اللغات كلياتهم اللي انت بتتعلمهم، ما بتتعلم فقط القراءة والحكي او السمع والحكي، وانما بتتعلم كمان القراءة والكتابة. مزبوط. انا شخصيا بالنسبه لي كلهم مهمين، نعم. السماع السمع والكتابه وكلها خبيات، هول كلهم مهمين لي بالنسبه لي. بس اكيد في عالم مثلا ما بتتعلم الكتابه والقراءه وفيها تحكي بطلاقه، هذا يعني منا شغله ضروريه. تمام. في سؤال اجا بيقول بالحرف، يعني بشرفك، كيف قدرت تتعلم كل هاللغات، وكيف بتقدر تركز وما تخربط بيناتهم؟ هيدا سؤال كتير حلو بالفعل. هو امتين اكتر شيء بتخربط بين لغتين هن بس تكون مبلش فيهم من الاول وعم تتعلمهم بنفس الوقت، هون بيصير في كتير تخربط بين اللغات، بتفوت كلمه من هون لهون لهون لهون. ليش؟ لانه بعد ما في ترسيخ للغه، بعد ما في انكماش للغه براسك. احسن شيء في يعمله الواحد هو انه يركز على، انا بالنسبه لي انه يركز على كل لغه لحالها، وانت مجرد ما توصل لمرحله بلغه تقدر اذا بدك يكون عندك مثل هيك صلابه باللغه، خلينا نقول فيك تنتقل على لغه ثانيه، ساعتها اللي تخربط اذا بدك بيصير اقل. كل ما تحسن لغه، تحسن تحسن تحسن، تنتقل للغه ثانيه بيصير اللي تخربط اقل بيناتهم. بس تبلشهم من الاول وعم تطلع صعبه صعبه، لانه بدك تخلي الدماغ يستوعب كل لغه لحالها، لانه كل لغه عندها اصوات مختلفه، كل لغه عندها مفردات مختلفه، كلمات مختلفه. عرفت كيف؟ اصبر شيء انه الواحد ينمي كل لغه لحالها. تمام. يعني انت من وجهة نظرك انه انت تتعلم اللغة لمرحلة معينة، بحيث انك تقول انه انا بالنسبة لي هلا هي اللغة صارت مثبتة مرسخة براسي، ففيني اروح وانتقل للغة الثانية وما مظبوط. اتعلم لغتين مع بعض. اكيد ما بقول انه بدي خلص من هاللغه، لانه ما فينا نخلص مثل ما سبق وحكينا، بس بتحس انت انه توصل لمرحله انه ماشي الحال، صار عندك شعور. اكيد تماما، صار عندك هيدا الشعور 100%. اكيد فيك تضلك تطور وتطور تطور كل يوم من حياتك، بس بتحس انه خلص انه فيك صار تنتقل للغه ثانيه، نعم، للغه جديده ثانيه. حلو كتير، حلو كتير هذا الكلام. طيب بالنسبة يعني في عندي السؤال، يعني هو هذا للناس كلياتها اللي حابة تتعلم لغات، لغة أجنبية واحدة أو أكثر من لغة، باعتبار أنك أنت شخص كوتش كمان، يعني أنك أنت شخص مدرب لتعليم لكيف الشخص يتعلم اللغات، ما بتعلم لغة بعينها، بتعلم أنت لغات محددة مثل الإيطالية والإسبانية، ولكن باعتبار أنك أنت كمان معلم لغات وبتعلم كيف الشخص يتعلم اللغات، شو أهم النصائح اللي أنت باتريك تقدر تعطيها للناس؟ أهم نصيحة، أول شيء ما في عمر للغات، لأنه كثير بيجي عالم بيقولوا لي إنه أنا صار عمري 30 سنة أكيد ما بقى فيي أتعلم لغة، أو صار عمري 40 سنة أكيد ما بقى فيي أتعلم. هول كلهم علميا، من وجهة نظر علمية، منا يعني علميا منا إذا بدك حقيقي عليهم، صحيح، منا حقيقية. عرفت كيف؟ والتضييف على هذا الشيء،
نحن عنا دايما كل سنة بنعمل مثل مؤتمرات حوالي العالم. أكيد هالسنة ما كان في حوالي العالم، مطرح ما يجتمعوا أشخاص متعددي اللغات أو عندهم شغف للغات، بقى بيروحوا بهيدا المكان بيتعرفوا على بعض، بيشاركوا، بيعملوا مؤتمرات مثلا. بعملوا مؤتمرات، مزبوط، بيحكوا عن كتير مواضيع مختلفة. بقى بهول المؤتمرات في أشخاص عمرها 60 و70 و80 سنة، ومن بيناتهم في أشخاص بتقول أنا عمري اليوم 80 سنة واليوم بتعلم لغات بطريقة أفضل من ما كنت أتعلم من 40 و50 سنة. بقى انطلاقا من هون تعرف إنه العمر ما له دخل نهائيا. بقى هيدي شغلة أساسية، الواحد ما يخلي هول العوائق إذا بدك إنه ينرسموا أو ينحطوا بوجهه للواحد. بقى شيء كثير مهم إنه نعرف إنه العمر هو شيء وهمي، هو شيء وهمي بالنهاية، إن كان بالحب وإن كان بأي شيء، العمر هو شيء وهم. اليوم في يكون عمرك 90 سنة وتعمل رياضة مثل شخص عمره 20 سنة، واليوم فيك تكون يعني فيك تكون عم بتمارس كثير أشياء مختلفة على 90 وعلى 100 سنة حتى ما كان فيك تعملهم يمكن قبل. بقى العمر أنا بالنسبة لي هو شيء خليني أقول تافه بين مزدوجين، لأنه نحن دائما بنحط العمر كعائق، وهذا الشيء كثير منه منيح. بقى أول شيء هيدي الشغلة. تاني شغلة بحب دائما سلط الضوء عليها هي إنه الواحد ما يخاف من الأخطاء. الأخطاء هو شيء بنعمله يعني كل يوم من حياتنا، كل تكة وكل دقيقة بنعمل أخطاء، بنخطئ بأشياء كثير. حياتنا مبنية على الأخطاء. أنت اليوم بمرحلة بحياتك اضطريت تقطع بكتير ظروف وخطيت كتير بحياتك وخبصت واللي بدك اياه، بس انت اليوم انت اذا بدك مجموع كل هالاخطاء اللي قطعت فيهم. انا دائما بقول هيك. بقى هيدي الشغله الاساسيه، لانه اليوم عدو الانسان الاساسي هو الخطا والخوف من الخطا. هو اكثر الخوف من الخطا، لانه اليوم بس تخاف من انك تعمل خطا ما بتعمل خطا، اذا ما بتعمل خطا ما بتتقدم. وهذا الشيء بينطبق 100% للغات او لغيرها من النشاطات اللي بيقدر يقوم فيها الانسان بحياته. بقى هيدي كمان شغله اساسيه جدا، ما تخافوا من الاخطاء. حلو كثير. اللي بيضحك عليكم بيكون هيدا الشخص اللي بيضحك عليكم بيكون هو عنده نقص، مش انتم. انتم عم تتقدموا بحياتكم. بقى قد ما بدكم اخطوا بحياتكم، وخصوصا باللغات يعني. بس اكيد اكيد الخطا يكون اكيد انه في حسابات لهالخطا، يعني ما يكون خطا اكيد يعني بيودي لمشاكل الواحد. نعم. بس شيء اساسي جدا انه الواحد يبلش يفتح تمه ويحكي، هيدا شيء اساسي جدا، حتى لو رح يطلع 100 خطا بجمله واحده. نعم. مرت الجاي بيطلعوا 90 وبيرجع 80 خطا و70 خطا وبيقول له الاخطاء ما في اخطاء بالاخير. بقى هي الحياة مبنية على الأخطاء، ولازم عن جد نوعى أهل هالشغلة اللي هي أساسية جدا، إنه الواحد يدمج اللغة بحياته اليومية. يعني إذا في عندك لغة بدك تتعلمها، ما يكون عندك منهج واحد تتعلم منه. هيدا الشيء ما بدي أقول غلط، بس هيدا الشيء على القليلة أنا شخصيا ما بيتماشى معي. أنا كيف بتعلم؟ أنا ما بتعلم بطريقة منهجية، يعني ما بتعلم 1 2 3 4 5، اللغات ما بتمشي هيك. برجع بقول شخصيا، في يمكن اشخاص بيتعلموا بطريقه منهجيه، انا مش من هول الاشخاص. هي اذا بدك نوع من انه الواحد يتعلم عبر التجربه والخطا، هي عبر التجربه والخطا. بقى الواحد دائما يجرب كثير اشياء، يشوف اللي بيمشي معه، اللي بيتماشى معه مع اسلوبه، واللي بيعطي نتيجه بيخلي، اللي ما بيعطي نتيجة بيحيله على جنب، بيزيحه، بيلغي. بقى هيدا كمان بينطبق على كتير اشياء بالحياة. بس هون عم نحكي عن اللغات، عن الاساليب اذا بدك، خلينا نقول المنهجية. بقى كتير مهم انه الواحد هو يعرف كيف جهازه بيتعلم لغات، كيف دماغه بيتعلم لغات، لانه انا اليوم طريقتي غير عن طريقه حدا ثاني وحدا ثالث وحدا رابع. ما في طريقه واحده بتمشي بتتماشى مع كل الاشخاص، لانه نحن كثير مختلفين عن بعضنا البعض. نعم. بقى مشان هيك دائما بنصح انه الواحد يجرب 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 ليشوف، ليوصل لمرحله يشوف انه مطرح ما عم يتقدم، اوكي، يضل ماشي على هذا النمط،
يضل يعني إذا بدك عم يستخدم هول الأساليب اللي كانوا عم يتماشوا مع حلو كتير المنهج تبعهم. حلو كتير حلو هذا كتير. شيء أساسي كمان. نعم. يعني بصراحة أنا رجعت تعلمت اليوم كمان أشياء جديدة منك باتريك، مو بس باللغات، بموضوع الخطأ وعمل الخطأ. يعني بتخيل أنت، يعني كان قصدك بالضبط هو موضوع التعلم، بغض النظر إذا كان لغات أو شيء تاني، أنه الشخص اللي ما بيخطئ ما بيتعلم أو ما بيتطور، خلينا نقول. لذلك هاي الكلمات كانت كتير كتير حلوة يعني، وأنا بتشكرك عليها، وبتمنى كمان الناس تكون استفادت من التجربة الكبيرة اللي عندك بموضوع تعلم اللغات، وشو الأشياء اللي لازم هن يعملوها كرمال ينجحوا ويتقدموا بتعلم اللغات. بنهاية المقابلة باتريك، أنا في عندي 3 أسئلة بطرحهم دائما على كل ضيوفي، وهن كالتالي: شلون توصف حالك باتريك ب5 صفات؟ 5 صفات. هولي من السؤالات الصعبة جدا مالي. أوكي. منفتح، متواضع. بس هلا يمكن إذا عم بقول متواضع مش كثير مبين متواضع، بس إنه مثالي. بس هاي شغلة سلبية نوعا ما، يعني عندي تمام. وبعرف إنه سلبية. مثالي بالمعنى السلبي. سوشيال، اجتماعي. 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 نعم. بظن هول الأربعة، يعني واعي بمعنى إنه بس كون مثلا بمحل معين كون واعي على الأشياء اللي عم بتصير حوالي. نعم. عرفت كيف بهيدا المعنى؟ يعني نعم. قد ما في هيك امتص من الأشياء اللي بالبيئة حوالي، وكثير هيك بيصير في نوع من إذا بدك الليفل من هالوعي، بيزيد ليفل من الوعي تبعي تمام. مطرح ما بكون يعني. طيب، السؤال الثاني، هالمرة بالعربي، بدك تقول لي شو بتحب تقول لباتريك اللي عمره 10 سنين؟ سؤال صعب ورح يضل صعب. بحب أقول له إنه ما يخاف من الحياة، من الأشياء اللي بده يواجهها، بس دايماً يعمل الأشياء بوعي، دايما ما يأذي حدا حواليه، إن كان بالكلام إن كان بأي شيء بيقدر يعمله، ودايما يكون إذا بدك transparent، شفاف. شفاف. صاروا 4 أو 5 كلمات على فوق بس بالإنجليزي. ماشي الحال. كان اليوم يكون دايما شفاف مع العالم، لو شو ما بده يكون النتيجة، لو شو ما بده تكون، يكون شفاف قد ما بيقدر. واضح. الشفافية هي شغلة كتير مهمة، وإنه ما يأذي غيره كتير مهمة، لأنه إذا ما كان شفاف الواحد بيقدر اليوم يأذي أشخاص، بيقدر يأذي أشخاص حواليه. بقول له إنه يستمر، ما يخاف، يضل يحترم، إن كان أشخاص، إن كان البيئة، إن كان الحيوانات، إن كان أي شيء، يكون شخص محترم كتير، ويكفي بالحياة. ما يخاف، رح يواجه صعوبات كتير، بس هذا جزء من الحياة، جزء طبيعي جدا من الحياة. كتير حلو. سؤالي الأخير، يعني هي الجملة اللي أنت سمعتها، قريتها، أو أنت نفسك ألفتها، بغض النظر عن اللغة، يلي دائما بتقولها لحالك وقت الدنيا بتظلم، الدنيا بتظلم بمعناي الخاص، يعني وقت تحس حالك تعبان، وهي الجملة بترجع بتنعشك، ففي عندك هيك جملة بغض النظر عن اللغة يعني؟ هي بالصراحة منا جملة، هي تمام. بكل بساطة باخد نفس عميق وبخلي النفس 10 ثواني جوا، وبرجع بفضي كل شيء. اليوم هو مش ضروري الواحد يحكي يقول شيء كرمال يحسن حاله، مش ضروري. بيقدر يكون مثل ريفلكشن معينة، مثل إذا بدك حوار داخلي بيقدر يصير بينه وبين حاله الشخص. بيقدر يكون من شغلة بسيطة مثل التنفس. التنفس كتير بيقدر يساعد، أنا شخصيا بيساعدني كتير لأتخطى مراحل من الستريس إذا بدك اليومي نوعا ما، خاصة إنه هلأ في عنا حالات كتير من الستريس بلبنان عم نواجهها.
نعم مع الحالة الاقتصادية أكيد بيعرفوا المشاهدين أو المستمعين يعني الحالة اللي نعم عم بقطع فيها حاليا، فهيدا الشيء كتير بيساعدني. أي فترة من الفترات بقطع فيها بكل بساطة باخذ نفس، بخلي 10 ثواني وبفضي وبعيدها كذا مرة، وهيدا الشيء لحاله بيريحني. وقبل ما انهي الحلقة، انا بحب دائما اعطي الموبايل السحري لضيوفي، اللي من خلاله فيهم يبعثوا رسالة SMS بسطر واحد لكل شخص موجود على هي الكرة الأرضية. يعني انت من عن طريق هذا الموبايل فيك تبعث رسالة SMS لكل الأشخاص الموجودين على هي الكرة الأرضية. شو حيكون فحوى هي الرسالة بسطر واحد؟ Je vais le dire en français tout simplement et je vais le redire. N'ayez pas peur de poursuivre vos rêves. Les rêves, c'est quelque chose de magique qu'on devrait poursuivre jusqu'au bout pour être dans un état de conscience, de gratitude et de bien-être. هلا نحن بنستاهل منك تترجم لنا. اوف اوكي. لكن إذا بدي أترجمها باللغة العربية، أهم شيء إنه الواحد يكون عنده إدراك، أهم شيء الواحد يلاحق أحلام اللي بده يحققها بحياته، بس بكل فترة أو مرحلة عم بيقطع فيها يكون عنده إدراك لمشاعره، إدراك لأفكاره، لكل هالأشياء، يعني يكون في وعي نوعاً ما، وتقدر يكون عنده سلام داخلي وسعادة بكل بساطة. بتمنى لك السلام الداخلي بطول عمرك يا باتريك، وبتمناك تضلك سعيد، وأنا بتشكرك جدا على المقابلة وشكرا كثير. شكرا لك عامر، شكرا لأنه استضفتني كمان، وشكرا للمشاهدين والمستمعين. شكرا لكم كثير، وبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، تكونوا قدرتوا تاخذوا من خلال هالحلقة القيمة المضافة اللي أنا بصراحة يعني أخذتها وبشكل كثير كبير. بتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم، وهلأ بقلكم سلام. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.